تنفيذاً للخطة الاستراتيجية البرلمانية الشاملة لعام 2016-2021 للمجلس الوطني الاتحادي، والتي تم إطلاقها بهدف الوصول إلى التميز وتحقيق أفضل الإنجازات، وتفعيلاً لواحدة من الخطط الست التي تقضي بتعزيز المبادرات المجتمعية التي تستهدف مشاركة المجتمع والتواصل مع كافة شرائحه. نظمت اليوم أول حلقة نقاشية للمجلس مع طلبة جامعة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العين، تحدث فيها كل من سعادة أحمد بن شبيب الظاهري أمين عام المجلس، وسعادة عزة بن سليمان عضوة المجلس الوطني الاتحادي، وذلك بهدف التعريف بأدوار المجلس في مسيرة الإمارات التنموية، بالإضافة إلى استعراض إنجازاته على كافة الأصعدة. الدولة اليوم تسعى بأن تتواصل مع الجمهور، لأن كل 4 سنوات عندنا انتخابات، ونريد أن المشاركة تكون فعالة، المشاركة تكون إيجابية، حتى نحقق بأن يكون مجلس فيه من الأعضاء اللي هم يخدمون الوطن للمصلحة العامة. طلاب جامعة الإمارات هي جامعة شاملة فيها كل التخصصات من قانون وسياسة وإدارة. في الحالة حضورهم لهذه المحاضرات أو حضور المجلس لهم هو يزيد من المعرفة العامة، يساعد في أن يحقق لهم بعض ما هو مطلوب منهم في الدراسة، وفي نفس الوقت يهيئهم لسوق العمل في المستقبل. الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان جعل قلبه مجلساً للاتحاد وأبنائه، وسار على نهجه خير خلف لخير السلف، وقيادتنا الحكيمة دائماً تطالبنا في المجلس الوطني الاتحادي بالتواجد الميداني، فنحن في المجلس صوت الشعب ونبضه وحلقة الوصل بينه وبين الفريق الحكومي. اليوم في عام زايد وترجمة لاستراتيجية المجلس الوطني الاتحادي، نسعى للتواجد بين شرائح المجتمع المختلفة وبالأخص بين الشباب رهاننا للمستقبل. اليوم المجلس الوطني الاتحادي في مبادرته زايد والمجلس ومنصة المجلس الوطني الاتحادي في الجامعات، نبدأها اليوم بالجامعة الأقرب إلى قلبي بصراحة، جامعة الإمارات في العين التي نباهي بها ونفتخر بإنجازاتها وبطلبتها المتميزين. تعزيز التواصل والمشاركة المجتمعية الفاعلة للمجلس عبر التثقيف ونشر الوعي وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية بلا شك يخلق بيئة محفزة للإبداع والابتكار، ويسهم بمشاركة المجتمع في خطط وأنشطة المجلس المختلفة. بهذه المبادرة التي ستجوب جامعات الدولة، سيتمكن الشباب من طلبة الجامعات من التعرف على المجلس ودوره في بناء الوطن وتعزيزه لقيم الشورى التي أرساها وغرسها القائد ورجل الشورى الأول الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. رشا رمضان لقناة الظفرة، جامعة الإمارات العربية المتحدة، العين.